لايكير سمعتي بهالباخرة؟ ايه باخرة قومين قلوا نفسي احضر اخبار يا اختي. لك هلا بعرف مالك نفس وخصوصا انه ما في شغل عم يجي واقف شغلنا، بس هي الباخرة ضجت الدنيا فيها. ليش وصيتها؟ هيدا بيقولوا انه باخرة جاي من ليبيا محملة سلاح مليانة فكما شوها بطرابلس. الطبيعي. شو اللي طبيعي؟ يا حبيبتي الشعب الليبي شعب بدو يعني بحب الشعر والقافية. شو دخل؟ اكسابيت انه نحنا منصدر لهم تفاح، شو دن يردوا لنا؟ حذري يا زكية. شو؟ ولي هبلا سلاح تفاح سلاح. آه برا شو لذيذة. بتعرفي شو؟ تعي ندعي انه نصير نصدر لهم بنادورة. ايه برافو عليك، بركنه كمان بصيروا يصدروا لنا. شرطة الاداب. ايه بيمشي شغلنا حبيبتي، بيمشي شغلنا نحنا وشرطة الاداب.